بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. في الفيديو اللي فات كنا عرفنا نكون الجدول ده اللي هو فيه الاناليسيز ريزلت اللي طالعة من التراس، او جبنا السترينج اكشنز اللي في التراس. يعني على فكرة لو حد قارن القيم دي باللي موجود في الكالكوليشن شيت هيلاقي بعض الاختلافات نتيجة ان انا دخلت الاحمال، يعني دخلت بعض كان في بعض الاختلافات في ادخالي للاحمال على الساب. تمام، دي القيم اللي كانت طالعه في كالكوليشن شيت. في بعض الحاجات زي مثلا الرياح، مثلا كنا اتفقنا ان احنا ايه دخلناها بطريقه مختلفه شويه، او مش طريقه مختلفه، يعني كان في كذا قيمه كانت متلخبطه في كالكوليشن شيت. ولكن يعني انا بقول لكم يعني عشان لا يقارن ارقام الكالكوليشن شيت ب الشغل اللي احنا شغالينه دلوقتي في بعض الاختلافات يعني. تمام، طيب دلوقتي احنا عرفنا اللعبه، بقى عايزين نطلع قيم الفورسز او السترينج اكشنز الماشيه في الهوريزونتال بريسنج، والهوريزونتال بريسنج 1 والهوريزونتال بريسنج 2 والفيرتيكال بريسنج والفي بريسنج والسترات 1 والسترات 2 واللونجيتودينال بريسنج. كل العناصر دي المفروض عناصر عليها نورمال وبس. فانا بحاول يعني اطلع معاكم السترينج اكشنز بتاعت العناصر اللي عليها نورمال وبس في الفيديو ده، وغالبا كمان الفيديو اللي جاي هنبتدي برضو نشتغل ونطلع في حاجات عليها نورمال فورسز بس. الحاجات اللي عليها مومنت وشير لسه يعني هنخليها في الاخر. تمام، طيب عايزين نطلع الحاجات اللي عليها هورزونتال بريسنج 1. مين هورزونتال بريسنج 1 دي؟ انا لو جيت هنا على موديل الساب ودوست كنترول جي هلاقي ان انا عندي حاجه اسمها هورزونتال بريسنج، وفي حاجه اسمها هورزونتال بريسنج 2. هورزونتال بريسنج دي اللي هي الايه، البريسنج اللي انت شايفها اللي هتحصل عليها سيلكشن دي. انا دوست رايت كليك شو سيلكشن اونلي، هما دول. طيب انا محتاج الاول اعمل رن، اروح على فيو عشان يسهل لي عمليه السيلكشن، اقول له 3 دي فيو، اقول له اكس واي، واقول له القيمه دي زيرو، واقول له ابلاي. بس خلاص عايز اجيب الفورسز اللي في المقصات الكبيره خالص، الاسبان بتاعها كبير اهو، اقدر اعمل عليهم سيلكشن كده بسهوله. وادي هنا كمان اهم، وادي هنا اهم. لو رحت على شو تيبل واروح على فريم اوتبوت فريم فورسز، اتاكد ان انا سيلكشن اونلي، ادوس اوكي، هيبتدي يجيب لي اعلى قيم. اكتر قيمه كومبريشن كانت 5.98. على فكرة دي الحاجة زي كده مش هتصمم أبدا غير على الباكلينج، هيكون عليها باكلينج كبير بس، لأن بص طول العنصر 9 متر. وعلى فكرة احنا مقسمينه يعني ده نص العنصر 9 متر، لما تيجي تحسبه هتلاقيه أطول من 9 طبعا، فطبعا هيبقى عليه باكلينج عليه قوي. إنما بالنسبة للفورسز لا، الفورسز قيمها ضعيفة جدا يعني تكاد تكون ملهاش لازمة إن احنا نطلعها أصلا، ولكن خلينا إيه نكتبه 5.98. تمام، ده كومبريشن. طيب بالنسبة للتنشن 4.533، 4.533 أو 531، ماشي. طيب بالنسبة طول الممبر بالمرة نجيبه، الأطوال احنا لو جينا بص نشوف وندوس رايت كليك على العنصر، للأسف. تمام، طيب أنا ممكن أطلعه برضو من شو تيبل، للأسف مش هيدوس لي رايت كليك لأن أنا لازم أكون في ال لازم اكون لازم اكون شغال على الـ على ال اقصد يعني ما اكونش عامل رن. تمام، دلوقتي طول العنصر ده نقول 9 متر. طيب الكمالة بتاعته دي كام؟ مجرد ما عملت سيلكشن وقلت له فرجني التيبل، قلت له اوكي، يبقى انا اجمع 9 على كام؟ 9 زائد 5.25. اكتب هنا كده طوله بيساوي 9 زائد 2.25، 11.25. 11.25، اتأكد بس من اخر 2.25 دي، سوري 5.25، 5.25 لخبطت، انا دي 5،
يعني طول المنبر 14.25، فطبعا ده هيبقى الباكلينج بتاعه عالي قوي. بس انما الفورسز دي ضعيفة جدا، يعني حاجات بسيطة جدا يعني سهلة. تمام. طيب بالنسبة للي بعده نقدر بقى ايه نسرع شوية اهو، ناخد كل الباكية التانية في الهورزنتال بريسنج اللي هنا دي. اروح اقول له فرجني التيبلز. اوكي. اعلى فرصة بكام؟ 12.82. 12.82. طيب هنا 4.42. 4.42. تمام. اطوال بقى الطول 7 متر بوينت 2.8، ممكن نكتبها كده. هنا بيساوي 7.28، ولكن المفروض نجمع عليها كمان. يعني 7.28 ده هتلاقي الطول الطويل، او ده مثلا لو جيت مثلا اشوفه فهلاقي ان هو ده 7.28. لو جيت اقول له فرجني كده وادوس هنا فهلاقي 7.28. طيب بالنسبة لده اكيد اقصر، بس قيمته كام؟ 4.45. اقول له بلس 4.45. ماشي. نعمل نفس الكلام في بقية الباكيات، نحاول نسرع شوية عشان وقت الفيديو. طيب دلوقتي احنا هنا اللي عملناه، دخلنا الفورسز بالقيم دي جبناها من الساب. عايزين نعمل برضو نجيب الباكلينج لينس ان بلان واوت اوف بلان. طبعا نقدر ايه ننسق برضو شغلنا بالمنظر ده، اجيبه في النص كده. تمام. طيب محتاج دلوقتي اجيب هنا الباكلينج لينس ان واوت اوف بلان. اعمل الكلام ده ازاي؟ دلوقتي انا لو جيت هنا برضو بصيت على السكرين شوتس دي هلاقي ان هو الكروس ده الحاجة اللي فيها كروس، فأنا باخد نص الطول في الإن بلان، وفي الأوت أوف بلان لو هو بريزد فهو 0.75 في الطول. تمام. طبعا هو بيكون بريزد، أو يعني أكيد في حاجة ماسكة، يعني هو بيبقى الحالة اللي هي إيه 0.75. فهناخد 0.5 في الطول و0.75 في الطول. طب أنا هعمل الكلام ده إزاي؟ مجرد ما كتبت هنا إيكوال 0.5 في الطول ده أهو. الاول اعمل علامة اللي هو النجمة دي، ان انا اعمل ملتبلاي يعني، واعمله في الخلية دي، واجي هنا اقول له ايكوال 0.75 في السيل دي، واقوم دايس انتر. تمام. دلوقتي ممكن مثلا انا ما بحبش، عايز اقلل العدد. ايوه كده بالظبط، بحيث يبقى رقمين بعد البوينت. تمام. لو خدت ده كده وسحبته كده هتلاقيه حسب لي كل الايه الباكلينج لينس ان واوت اوف بلان بتاع كل عنصر. تمام. طيب محتاج اجيب برضو الهوريزونتال بريسنج 2. مين الهوريزونتال بريسنج 2 دي؟ انا عندي جروب بقى، انا ممكن الاول دلوقتي اروح ادوس له رايت كليك. انا دوست غلط،
شو اول تمام. دلوقتي لو جيت اقول هوريزونتال بريسنج 2 سيلكت رايت كليك شو سيلكشن اونلي، كده كده هما ليهم يعني دول ليهم نفس كلهم ليهم نفس الاطوال، فانا هصمم كل دول مره واحده. المهم اللي هتطلع التيبل بتاعهم عشان اجيب الفورسز اللي جواهم، اقول اوكي ابتدي ادوس على قيمه الكومبريشن. اعلى كومبريشن فيها 1.625 كام؟ 1.625 ماشي، يبقى 1.63 ماشي. طيب بالنسبة لأعلى قيمة تنشن، أعلى قيمة تنشن كانت 1.6، 1.6 تمام. طيب بالنسبة لأطوال العناصر، الطول ده بيقول لك 5.92 مثلا، يبقى ممكن نيجي هنا، دي غلطة، أجي هنا أقول له إيكوال 5.92، 5.92 تمام. طيب محتاج هو متقسم؟ متقطع. طيب دلوقتي تمام، هي غالبا هي قطعة يعني، هما كل قطعة قد التانية، ولكن خلونا نتأكد. لو دوست كده وجيت كده فهيقول لي 5.92 ماشي. طيب كده هنا دي نفس الطول، هي هتبقى 5.92 برضو، يعني هضربها في 2 بس. دلوقتي انا لو جيت قلت له اوكي، طب وانا ليه بضربها في 2 او ليه بعمل القصة؟ ايوه تمام ماشي، لان انا اقول 2 في 5 تمام، فهو ده الرقم. طيب الاسبان برضو بتاعها طويل، تصدقوا يعني طويل برضو طول العنصر. طيب ليه بعمل كده؟ لان انا في الكروس كده هنا اهو، زي ما انتم شايفين ايه اللي بيحصل، هو بيعتبر الطول بتاعه لما اللي هضربه في 0.5 او اللي هضربه في 0.75 هو الطول كامل، طول الممبر كامل من الاول هنا للاخر تمام. فعشان كده لازم كنت اجيب طوله كامل. طيب هنا برضو اقول له يطبق نفس المعادلات، ايكوال ده مضروب في 0.5، طب وهنا ايكوال ده مضروب في 0.75 بس خلاص تمام. محتاج برضو تنسيق، اخلي كله في النص تمام، واجي هنا. انا ممكن اصلا اظبط كل الخلايا دي دلوقتي من الاول كده، لو جيت مسكت كل دول كده قلت له دول خليهم لي في النص بس كده، هما دول ممكن يكون فيهم ما كانوش مظبوطين، خلينا نجيبهم برضو في النص كده بالمنظر ده بس تمام ماشي. خلونا نكمل دلوقتي ال vertical bracing برضو هعمل فيها نفس الكلام. لو قلت له right click show all فرجنا على ال vertical bracing select right click show selection only تمام، فدول ال vertical bracing. لو جيت كده وقفت في view مختلفة مثلا وليكن y z قلت له apply فلقيتها بالمنظر ده تمام. انا محتاج اصمم الفيهات اللي فوق دي، هخلي ليها يعني هخليهم لوحدهم، هجيب لهم نواتج اناليسز لوحدهم. طب الفيهات دي انا وقفت في 3 دي، دول مسميهم في، انا مسميهم في بريسنج، هيبقى ليهم كل واحده فيها ليها نفس طول الممبر وليهم يعني خصائص شبه بعض، انما ما دخلهمش كلهم مع بعض، يعني يمكن لو في اختلاف في القطاع فده في مصلحتي، يعني لو انا اصمم كل واحد على قد الفرصه اللي جايه فيه او على قد طوله، بدل ما اخدها زي الايه زي الاكس زي كل حاجه تمام. فاعتبر اللي تحت دول في واللي فوق في تمام، هاخد دول كمان معايا، والاكسات دول هعتبرهم هم اللي سميهم فيرتيكال بريسنج تمام. فانا كده عملت سيلكشن على الفي بريسنج، وابتدي ادوس على تيبل واقول له فرجني على الفورسز اللي فيهم، واقول له وريني كده اعلى قيمه كومبريشن، فيقول لي 16.15، اروح على الفي بريسنج واكتب له 16.15 تمام. هو ليه ما نسقش، ما ليه ما خلاش في النص، ما فيش مشكله بقى ماشي. طيب 16.15، طيب اعلى قيمه تنشن 15.33، اكتب له 15.33. انا ده كله بطلع الاوتبوت، بجيب السترينج اكشنز عشان محتاج اعمل ايه، محتاج اصمم، فهلاقي على طول السترينج اكشنز معايا، ما اقعدش بقى ايه ادوخ نفسي. فهنا يعني انا محتاج، يعني انا بقى مجرد ما طلعت السترينج اكشنز دي او طلعتها في الاكسل ده، خلاص انا مش محتاج موديل الساب خالص، يعني خلاص انا ممكن انا بقى ايه ما استخدموش تاني خالص يعني تمام. فعشان كده الواحد بيحاول يطلع النواتج بره وبشكل منسق، بحيث حتى يبقى ياخدها سكرين شوت او حاجه ويحطها
في كالكوليشن شيت او اللي هو عايزه يعني، فلاقي هنا طول العنصر 7000 او 7.25 مثلا، فاكتب هنا 7.25. طب تمام. طيب بالنسبه للفيرتيكال بريس، ولا خلونا طيب بالمره نجيب الان بلان والاوت اوف بلان بتاعه العناصر دي. هي العناصر دي دياجونالز، يعني لو جينا نبص كده هنا هنلاقي ممكن نعتبرها دياجونال. تمام. طب الدياجونال ده الان بلان ال، تمام. طب الاوت اوف بلان هل هو بريزد ولا امبريزد؟ هو اللي انا شايفه ان هو هيكون امبريزد 1.2. طب تعالوا نتاكد. لو دوست رايت كليك وقلت له شو اول، هو امبريزد، يعني هو مفيش حاجه ماسكاه من النقطه دي، هو امبريزد، يبقى يتعمل في 1.2. يبقى انا دلوقتي اجي هنا اقول له هنا الطول هو هو الطول، يعني دي بتساوي دي. تمام. طيب اللي هنا بقى بيساوي ايه؟ بيساوي دي بس ضربها لي في 1.2. تمام. فايه، فجابها لك بقيمتها. طيب دلوقتي انا محتاج اعمل الكلام ده برضو في الفيرتيكال بريسنج، خلونا نعمله بسرعه. اجي دلوقتي واقول له الفيرتيكال بريسنج سيلكت، اقول له رايت كليك شو سيلكشن اونلي، فرجني كده على الفيرتيكال بريسنج. لو جيت كده قلت له ابلاي، تمام. انا لو جيت اخترت الاكسات دي، تمام، انا اخترت الاكسات دي دلوقتي اعمل ايه بقى؟ اقول له برضو تيبل، خلاص بقى احنا عرفنا اللعبه يعني، بالتالي خلاص يعني انا بالتالي يعني بقى في قاعده كتير قوي. 14.58، نيجي هنا واكتب له 14.58، دي قيمه الكومبريشن. طيب بالنسبه للتنشن 15.4، 15.4 ماشي. طيب بالنسبه لطول العنصر، على فكره هتلاقوا الفورسز هي هي، فورسز متقاربه قوي يعني، فورسز بالنسبه للفيرتيكال بريسنج او الفي بريسنج يعني كان ممكن قوي ياخدهم هم يعني واحد. طب بالنسبه للاطوال نشوف لو في اختلاف في الاطوال، يبقى احنا الخطوه اللي عملناها دي كويس، لو ما فيش اختلاف يعني بصراحه يبقى كده ده كان تضييع وقت، يعني كان ممكن نضمهم على بعض يعني ما كانش يفرق بقى فيرتيكال من في، الاثنين ليهم نفس الاطوال وليهم نفس الفورسز فخلاص. المهم دلوقتي بيقول لك ايه طول الممبر 7.5، ماشي 7.5 ده هو انا مقسمهم مقطع، يبقى ده 7.5. لو جيت كده اتاكد وادوس على دي 7.5، تمام. طب بالنسبه لده 7.5 برضه كمان، فيبقى 7.5 و7.5 يبقى 15، 7.5 كمان يبقى 15 متر. والله حتى لا، في طبعا اختلاف في الطول، يعني في اختلاف في الطول، تمام. فهنا اكتب 15 متر، خلونا نشوف كده الباكلنج لينس ان واوت اوف بلان. فطبعا هيتضرب في نص زي ما اتفقنا، هنا في نص وهنا في ايه، وهنا المفروض يبقى الطول كامل لان هي مش بريزد، يعني مش بريزد، يعني لو جينا نبص وقلنا رايت كليك شو، لا مش شو سيلكشن، شو اول، تمام. وجينا نقف كده في ال 3 دي، قلت له فرجنا على ال 3 دي، لو جيت تبص على شكل الاكس يعني ما تعتبرش بريزد، يعني النقطة دي تعتبر مسموح لها بالحركة يمين وشمال، يعني مفيش عنصر في النص ماسكها، فبالتالي دي تتضرب تاخد طولها كامل، يعني ده بنصه وده بطوله كامل، يعني ده بيساوي الطول ده في 0.5. طيب ده هنا الطول كامل اللي هو كان 15 متر، تمام. فممكن نلاقي فرق في طبعا في الباكلينج لينس بالذات اوت اوف بلان، فممكن يغير معانا في قطاع، هنشوف الكلام ده. طيب دلوقتي انا محتاج برضو ايه، اخلي دي في النص، ده كبرزنتيشن انا بصراحه بقى ايه، بحب ان الحاجه هي تطلع شكلها نظيف، شكلها منسق كده ومفيش اي غلطه، يعني كشكل يعني كمنظر عام بتفرق جامد يعني. طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه تاني؟ ادخل على الاستراتس، يلا بينا استرات. الاستراتات اللي موجوده في المين هول، انا لو جيت كده ودوست على كلمه استرات وقمت قايل سيلكت وقمت قايل له، ممكن اقدر بقى على طول اقول له شو تيبل، شو كده تيبل. على فكره يا جماعه الاستراتس اللي بتكون في باكيه فيها بريسنج بيكون عليها فورسز مختلفه عن الاستراتس عموما في بقيه الباكيات. تعالوا نتاكد من المعلومه اللي انا بقولها دي، ما حدش ياخد مني معلومه غير لما يطبقها ويتاكد ان هي صح. انا دلوقتي لو دوست رايت كليك شو اول،
هو المنشأ راح فين؟ اه موجود. قلت له ستراتس سيلكت. هو ايه ماله 3 دي؟ مالك يا عم فين؟ عندي فورمات شيب. تمام، جبت الاستراتس اهو، قلت له رايت كليك شو سيلكشن اونلي. تمام، ادي الاستراتس. آه طيب انا كنت محتاج كمان رايت كليك شو اول، معلش، استراتس تاني سيلكت، وعايز اعرف بس اني باكيه اللي فيها فيرتيكال بريسنج، فانا هعلم على الممبرز دي بحيث ايه ابقى عارف ان دي الباكيه اللي فيها فيرتيكال بريسنج. لو جيت دلوقتي وجبت اي فورسز في اي مكان، آه ممكن من فيو برضه عشان ابقى شايف كويس، هتاكد من المعلومه دي معاكم يعني، واتاكد ان ايه المفروض اكس واي ابلاي زيرو موديفاي. تمام، آه دلوقتي انا مثلا لو اخترت دول كده بعاد عن مين؟ عن الفيرتيكال بريسنج، ده كله بعيد عن الفيرتيكال بريسنج، فالمفروض نلاقيه قيم صغيره، قيم الفورسز اللي فيه هتكون صغيره شويتين. هنشوف كده ونقول اوكي. مثلا ايه ده، نجيب تيبل سيلكشن اونلي فورسز وتمام. في ايه ده، بليز ويت وايل تيبل، في يا جماعه تمام، ما احنا ممكن نفك القفل ونعمل رن من الاول يعني، هو مش عارف رن تاني اهو. دلوقتي بشوف الفورسز اللي ماشيه في الاستراتس البعيده عن الفيرتيكال بريسك، اقول له بريفيوس سيلكشن، اقول له فرجني كده على هو ماله مش راضي ليه يجيب قيم. بليز ويت وايل تيبل، ماشي مستنيه، بس هو هياخد وقت ولا ايه؟ تمام، ادي اهو. لو جيت كده بص على قيم الفورسز هلاقيها كام؟ نيجاتيف 17 وهنا 27. خلينا نكتب كده هنا مثلا على جنب، خلينا نكتبها على جنب، 17.56. طب التنشن بتاعتها كانت كام؟ 27.82. اه تمام. طيب ده كده الباكيات اللي بعيدة عن الفيرتيكال بريسنج. طيب اللي عندي الفيرتيكال بريسنج ستراتس، طبعا اخد بالي ان انا بعلم على ستراتس بس. لو جيت دلوقتي اقول له فرجني على التيبل، اقول له اوكي، مش عارف هو ماله يعني، ممكن لازم اجي هنا اقول له ماشي. وجيت ابص على القيم الاقيها فيها بعض الاختلاف، بس ده والله الفرق مش كبير خالص يعني، الفرق مش كبير، قيمة 18 هنا 17.5 يعني، مش مفيش فرق خالص، هنا 26 هنا 27. لا لا تمام يعني، احنا ممكن ناخدهم كلهم مع بعض. هو كده كده كنت عايز اقول لكم حاجة تانية اصلا يعني، كنت عايز اقول لكم حاجة تانية اصلا. ايه الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها؟ اللي انا عايز اقوله ان في الاخر اصلا التصميم بتاع الاستراتس في حالتنا هنا هيكون التصميم ده هيكون اسمه ايه ده، هيكون على الباكلينج برضو طول العنصر كبير جدا. سيبك بقى من حتة الفورسز وكده، كده كده الفورسز مش كريتيكال خالص يعني، الباكلينج هو اللي عندنا اللي هيكون العامل الاساسي في اي ديزاين. طيب انا محتاج اطلع قيمة التيبل، مش عارف هو ليه دايما ما بقاش يزورولي على طول. خلينا ندوس 3 دي كده، انتظر بقى التيبل بقى، مش عارف هو انا متقل الجهاز ولا في ايه، المفروض ان الدنيا شغالة كويس. انا دوست حاجة غلط، وانا دوست قبل كده، انا دوستش على حاجة، ايه مشكلتك انت؟ بس ممكن كمان هنا نقلل له اللود كيسز دي، وهتخليه يجيب لها الانفيلوب بس، كده كده مش فارقه، كده كده احنا عايزين اعلى قيم. صار راجل يعني مستثقل الموضوع،
ممكن نقفله خالص بقى الموضوع ده ونفتح الساب من الاول، مش مشكله. ادي الساب بيتفتح، راح اقول له اوبن فايل، هات لي الفايل ده وافتحه لي. تمام، ادي شكل المنشأ، اتفرجنا كده على 3D. كنترول جي، اتفرجنا على الاستراتس اهي، سيلكت. مش محتاج ان انا اقول له شو اونلي، كده كده خلاص عادي. ممكن اطلع التيبل اللي انا محتاجه على طول، ادوس على تيبل هنا واعرفه ان انا عايز نتيجة اناليسز، فريم اوتبوت، فريم فورسز. اجي هنا الدنيا كده مظبطه هنا، تمام. سيلكت لود كيسز، تمام ماشي مفيش مشكله، هات لي دول كلهم. اقول له اوكي ماشي، هو بس بطيء شويه، مش عارف بقى حكايه البطء اللي جايبها دي، مش عارف جايبها منين، ممكن هما كتير يعني، الناتجة تبقى كتيرة فهو بيطول. ماشي، تمام. هو غالبا عشان عدد الممبرز كتير، بس غالبا كده يعني، تمام ماشي. المهم دلوقتي انا محتاج اجيب اعلى قيمة كومبريشن، فلاقيها 18.25 او 26، يبقى قيمة الكومبريشن اجي هنا واكتب له قيمة الكومبريشن 18.26. طب بالنسبة للتنشن 27.82. طيب محتاج دلوقتي ان انا اجيب طول العناصر 12.7 متر، ماشي. طيب باكلنج ان وباكلنج اوت بقى، تعال نبص كده، ادي ده العنصر مش سبورتد بره. لو جينا نبص كده احنا ممكن نعتبره كورد، ممكن نقول عليه كورد زي التوب والبوتوم كورد. طب هو الان بلان هيكون طوله، طب الاوت اوف بلان هيكون طوله برضه، لان هو نعتبره دياجونال ولا نعتبره، بالتالي نعتبره كورد. تعالوا نشوف كده، انا بقول خلينا نعتبره ان هو كورد عشان خاطر احنا مش ناقصين اصلا، احنا لو اعتبرناه دياجونال وضربنا في 1.2 الدنيا هتخرب مننا خالص، مش ناقصه بقى. فخلونا مثلا نعتبره ايه، ان هو الباكلينج ان بلان واوت اوف بلان هو طوله، تمام. طبعا هو مش، ما هو المشكله ان هو مش بريزد، فهو مش بريزد، فاحنا مضطرين بصراحه نضربه في 1.2، هنضرب طول العنصر في 1.2 خلاص، نعتبره بقى كده وخلاص ماشي، لأنه مش بريزد. ولا لا 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 لا، ده احنا نقدر نعتبره بريزد، نعتبره بريزد وخلاص. لا لا، الدنيا زي الفل، هو طوله، هو طوله اللي هي الام بلان والاوت اوف بلان 12.7 بس خلاص، مش ناقصين نطول اصلا في طول العنصر، لان اصلا هيبقى الباكلينج عليه كبير قوي ومش ناقصه يعني، هو الابعاد بتاعتهم كبيره يعني، كل العناصر دي في العموم مبقاش فيه استرات 12.7 متر يعني، العموم بتبقى الدنيا يعني اقل من كده شويتين ثلاثه يعني، اقصى حاجه تلاقيها 8 متر مثلا، تمام. انا دلوقتي اخترت الاسترات 2 ده الجروب ده، واقول له فرجني على الفورسز اللي فيه، اقول له اوكي. برضه بقى بياخد حبه وقت بس عموما، خلينا بقى نبقى نستناه. اهو جاب القيم، اعلى قيمه كومبريشن 1.23، اجي هنا واكتب له 1.23. طيب اعلى قيمة تنشن 1.11 ماشي. طيب طول العنصر 6 متر.25، 6.25. طيب العنصر ده نقدر نعتبر طوله كقد ايه بقى؟ الباكلينج ان بلان ده، الباكلينج ان بلان بتاعه هيكون، هيبقى زي في حالة البريسنج كده،
بس غالبا نعكسهم بقى، لان هو في بريسنج لو تاخده. لا صحيح، لا 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 معلش، لان دي مش بريزد. يعني هنا في بريسنج بتقسمه في النص، انما هنا مفيش حاجه بتقسمه في النص. يبقى نشتغل على ده، نشتغل على اللي مفيش حاجه ماسكاه ده. طيب ده يبقى ممكن نقول ان هو طوله بره زي طوله جوه وخلاص، اللي هو الباكلينج ان والاوت، يبقى ممكن نقول ان هو 6.25 ده الان. طب اوت، اوت انا بصراحة شايف ممكن نمشيها برضه 6.25 وخلاص. والحتة دي المعلومة دي يا ريت تتأكدوا منها وتبلغوني يعني لو في اي تقصير في الحكاية دي. ماشي. طب دلوقتي انا محتاج اشوف بقى الاسترنج اكشنز واطوال الممبرز بتاعت اللونجزنرال بريسنج. خلوها في الفيديو اللي جاي، بحيث ما يعني وقت الفيديو ما يطولش عن كده. دلوقتي احنا عملنا وجبنا سترينج اكشنز وباكلينج لينس ال اوت ال ان وال اوت للتراس ممبرز، للهوريزونتال بريسنج 1، هوريزونتال بريسنج 2، فيرتيكال بريسنج، في بريسنج، الاسترات 1 واسترات 2. محتاجين لونجزنرال بريسنج وكام حاجه تانيه كده، ونبقى ايه جبنا الاسترنج اكشنز بتاعت المنشا بالكامل باذن الله. خلال الفيديو الجاي او الفيديوهين الجايين نبقى جبنا الاسترنج اكشنز بتاعت المنشا بالكامل، نقدر بقى نرجع لايام الكليه وكانك بالدايزن معاك فورسز ومعاك اطوال، وتقدر ايه عادي كانه اكزامبل تحله مانيوال بقى. طبعا مانيوال ده هيبقى يعني الموضوع مش هيبقى لذيذ، لان انت هيبقى عندك يعني بص كام ممبر كتير جدا. فنعرف ساعتها نقدر نستخدم شيتات اكسل، نقدر ساعتها نكريت احنا شيت الاكسل اللي بايدينا، ونعرف الشيت اتعمل ازاي باذن الله. يعني هيكون الكلام ده كله مواضيع حلقاتنا الجايه. اتمنى تتابعونا، محدش يوقف، وربنا يقويكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.